أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين يا شاهد، وأخرجوكم قاتلوكم في الدين. ماشي، بس أنا شكلي ما أظنها صح. بتقولي يا هي شاهد؟ أما قلنا هنا أقولي قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ما شاء الله يا شاهد، حاجة جميلة وترتيل مبارك وأحكام ما شاء الله. ربنا يبارك فيكي وفي والديك يا شهد إن شاء الله.